الأرنب الذي هزم النمر، حكاية من التراث الكوري. كان يا مكان في قديم الزمان أرنب ذكي يعيش في الغابة. شم رائحة طيبة. انظروا. وبالمناسبة فإن النمر المخيف يعيش في نفس الغابة أيضا. وبما أن النمر يأكل كل الحيوانات الصغيرة والكبيرة في الغابة بدون استثناء، فإن الجميع كانوا يكرهونه. الآن وبعد أن طال انتظار النمر، أصبح الأرنب في متناول يده. اليوم وخلاف كل يوم سوف آكلك، فتعال. انتظر سيدي. ماذا؟ لدي كعكة رز بدلا مني، ما رأيك؟ كعكة؟ أعتقد بأنه من الأفضل لك أن تأكل الكعكة بدلا مني، ما رأيك؟ كعكة الرز هي أفضل الأكلات بالنسبة للنمر، لكن النمر له حساباته الخاصة. هناك أرنب واحد، ولكن هناك 10 قطع من كعكة الرز أيضا. 10 ناقص 1 يساوي 9. قررت أن أكل الكعكة. هادية. ولكن هل قررت ذلك؟ إياك أن تهرب. طبعا لا، عد إلى 10 وستراني عائدا ومعي الكعكة. يهو يهو درديتو. 1 2 8 9 10. تفضل. لذيذة. كلا، يجب عليك أن تكون صبورا. قال له ذلك وأسرع ليغلف كعكة الرز دون أن يراه النمر، ولذلك أسباب يعرفها الأرنب جيدا. هيا. ايه أرنب، متى أستطيع أن أكل تلك الكعكة اللذيذة؟ انتظر لحظة، عد إلى 10 وفي الوقت المناسب ستكون الكعكة جاهزة. انتظر لحظة، حظا سعيدا. 1 2. لم يكن النمر شاطرا في الرياضيات، لذلك كان يعد بشكل خاطئ وغير منتظم. 1 2 3. كان الأرنب ينظر خلسة إلى النمر وهو يعد من 1 إلى 10. 9 10 1 2. كانت تبدو للنمر كعكة الرز لذيذة ومصنوعة بشكل جميل ورائع. شيء مرعب أن يأكل النمر قطع حجارة مغلفة، إنه يشعر بحريق عارم في فمه. وهكذا فإن النمر النهم لا يستطيع الآن أن يأكل شيئا. ولكنكم تعلمون أن الحرق يشفى، لذلك فما زالت هناك متاعب سيواجهها النمر. وفي أحد أيام الشتاء الباردة، بينما كان الأرنب يمشي قرب البحيرة، رآه النمر هناك. تذكروا ما حدث في المرة السابقة، فقد كان للأرنب مجال للهرب والخلاص من بطش النمر. (تصفيق)
أنا جاهز سيدي النمر لملاقاة مصيري، تستطيع اليوم؟ لست بحاجة لأن تقول لي ذلك، فلن تفلت مني بعد الآن، لقد عانيت منك الكثير. أنا لا ألومك على غضبك مني، ولكني أعتقد بأن غضبك سوف لا يزول إذا أكلتني، لأنك ستجوع. ماذا تعني؟ اسمع، هل تريد أن تحصل على 1000 سمكة؟ إذا رفضت عرضي هذا فإنك سوف تعذب ضميري. 1000 سمكة؟ إذا سمعت كلامي فإنك ستحصل على 1000 سمكة بكل سهولة. لماذا لا تأكلني بعد أن تأكل 1000 سمكة؟ وفكر النمر الماكر في هذا الأمر وقال لنفسه، إذا ربطت الأرنب بالحبل هكذا فإنه لن يستطيع الهرب أبدا، وإذا استطعت أن أمسك 1000 سمكة فإني سوف لا أحتار في الحصول على طعامي طوال الشتاء. اسمع، أدر ظهرك للبحيرة، وضع ذيلك في مائها. حسنا، ابق على وضعك هذا حتى تتعلق في ذيلك 1000 سمكة، فذيل كبير وضخم كذيلك مغر جدا. مغر؟ وجاء الليل، وكان ذلك اليوم أبرد من المعتاد، والثلج غطي الأشجار ويتساقط على الأرض. أما ذيل النمر فلم يزل في الماء، إنه بانتظار 1000 سمكة. لقد مر الليل بطيئا وازداد الجو برودة، وبعد ذلك بدأت البحيرة اللطيفة في التجمد التدريجي حتى أصبحت كلها قطعة من الثلج الصلب. لم يرها النمر لأن ذيله في الماء ووجهه في الاتجاه المعاكس، وفي نفس الوقت كان يشعر بأن ذيله أصبح ثقيلا نوعا ما بسبب السمك. هل جمعت 1000 سمكة؟ ليس الآن، فعددهم لحد الآن 100 سمك. لقد ازدادت كمية الثلج وأصبح أسمك من السابق، ولكن النمر لم يتحرك وبقي في انتظار أن يجمع 1000 سمكة. وأخيرا غطى الثلج كل وجه البحيرة. أما ذيل النمر فقد أصبح متجمدا بقوة بحيث لا يمكن معها إخراجه من داخل البحيرة المتجمدة. الآن اسحب ذيلك بقوة، هيا. فقد الآن ستحصل على 1000 سمكة. اسحب. كان النمر متعجبا بسبب ثقل ذيله، وفكر مع نفسه، إذا كانت 1000 سمكة موجودة على ذيلي لابد أن يكون ذيلي ثقيلا جدا ويحتاج لمزيد من القوة، وكان الأرنب فرحا بذلك. الآن حصلت على 1000 سمكة أيها الذكي. أدرك النمر بأن الأرنب قد سخر منه. ابق في مكانك حتى يذوب الثلج. لا.
وشاءت الأقدار أن يمر صياد بالقرب من البحيرة ويشاهد النمر وذيله جامدا فيها وقد وهنت قواه، فأخذه وباعه إلى السيرك. كان الأمر قاسيا على النمر، ولكن هذا مصير كل طامع جشع.